تحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي محور أشغال الدورة 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء على مستوى الوزراء. الرواق الاقتصادي الرابط بين الجزائر ونيجيريا سيسمح بتسهيل المبادلات والتكامل التجاري بين 6 دول إفريقية. كوريدور ايكونوميك سي كوا سي اون ستركتور كي سو كومبوز دان جروب transport, d'un groupe travaux publics, d'un groupe finance et d'un groupe commerce. Et chacun de ces groupes, composé des représentants de l'ensemble des six pays, réfléchit comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit informatiser, quelle réglementation pour que le coût du transport baisse. مشروع الطريق العابر للصحراء يحصي إلى غاية اليوم طريقاً بمسافة قدرها 10,000 كيلومتر، 90% منها معبدة. مشروع تجسد ميدانيا من خلال الإدماج التقني والمالي لمؤسسات الدول الأعضاء الستة وتضافر جهودها لمواجهة العوائق والصعوبات. اليوم وصلنا به طريق سيار حوالي إلى غردية عند انتهاء الجزء البسيط اللي أبقى بين الجلفة والغوات والطريق والجزء أيضا اللي في بوكزول الذي يجتنب إن شاء الله بوكزول، ويكون عندنا حوالي 600 كيلومتر بالنسبة لهذا الطريق، هو عبارة عن طريق سيار. نعمل أيضا على استحداث المشروع الجديد بالنسبة لبقية هذا المشروع، هو 270 كيلومتر التي تفصل غردية عن المنيا. اهتمام الجزائر بالمشروع الإفريقي هدفه الأساسي رفع المداخيل عن طريق مضاعفة الصادرات وتحسين معدل النمو وخلق فرص عمل ليس للجزائر فحسب بل وحتى للبلدان التي يمر عبرها الطريق.